أني اسمي منى. اليوم راح أشوفكم شلون سوون هذا المكياج بهال ميك اب لوك. استعملت الهدى بيوتي باليت اسمها Desert Dusk، وهذا الفيديو أني مسوية اشتراك ويا الفن جروب، ودا أسوي هالفيديو بالعربي وراح أشوفكم شلون سوون هذا المكياج البنفسجي وكلش حلو. فأول شي أني مسوية حواجبي من أول، وهسه راح اخذ النكس اي شادو بيس وراح احطه هنا. فهسه راح اخذ هذا الاي شادو امبر وراح احطه على ماتي الكريس، وهمنا راح استعمل فرشه مال الاي شادو. هنا أنا دا أخذ اللون أمثيست البنفسجي وراح أحطه على عيوني، وراح أستعمل في الطريقة اسمها The Halo Effect. وهنا دا استعمل هذا اللون توايلايت الحلو، اللون اللماعي البنفسجي، وراح احطه على ماتي الايليد. وهنا راح احط الكاز بيوتي هايلايتر، وراح استعمل هاي الفرشه مال هايلايتنج، وراح احطه بهالمكان يم يعني وين العيون تدمع. وقت الفاونديشن راح استعمل الأربن ديكاي نيكد سكين، وراح احطه بهالطريقة على وجهي، وراح استعمل بيوتي بلندر. وراح اغطي ماتي الحبوب، راح استعمل الميك اب فوريفر كريم كونسيلر باليت، وراح استعمل هاي الفرشه مال الكونسيلر. وقت نكبر حلقنا دا استعمل الفول ليبس ليب انهانسر، لانه اني اليوم اريد اصير كايلي جينا بيبي. راح اخذ هذا الالي جل برو كونسيلر وراح اسوي هايلايت وجهي، وهنا راح احطه جوا عيوني بهالطريقه على مود احدد الاي شادو يطلع حلو. وهنا أنا دا أستعمل اللورا مرسيي ترانسلوسنت باودر، وراح أحط الباودر جوا عيوني وعلى خشمي، وراح أسوي بيكينج. وهاي الفرشة مال باودر ماتي راح أستعملها على مود أوخر الباودر. هسه وقت الكحلة، راح استعمل الريمل اكزاجريت ايلاينر وراح اسوي ايلاينر وينج على عيوني.
وللمسكارا أنا دا أستعمل الفوليوم مليون مسكارا. وهنا راح أستعمل الرموش مال آيلو. هنا راح ارجع للآي شادو امبر وراح احطه جوا عيوني وراح استعمل هم فرشة مال جوا العيون. فوق هالآي شادو امبر راح احط هالآي شادو امبتيس. هنا دا خلص عيوني دا حط مسكارا على رموش اللي جوانية. وقت الكونتور راح استعمل البي كوزمتكس سكولبت ان كونتور وراح احط المكانات مال الكونتور وراح استعمل البيوتي بلندر على مود اسوي بلندينج. وعلى مود اسوي البرونزنج مال وجهي راح استعمل النيكس مات برونزر وهالفرشة مال كونتور. وهسه راح احط هذا السليك بلاش على خدودي مثل لون حلو وردي وراح استعمل بلاش برش. وهنا راح استعمل الكاز بيوتي هايلايتر مال باودر وراح استعمل فرشة مال هايلايتنج وراح احطه فوق خدودي. يعني احسن طريقة تحطون الهايلايت باودر على المكانات الضوء اللي يضرب الوجه. واخر ستيب راح استعمل الكالوبوب كوزمتكس ليكويد ليبستيك وهذا اللون البنفسجي على حلقي. واذا تريدون تعرفون من اشتريت كل المكياج كله راح احطه جوا بالدسكريبشن بوكس. واو هذا اللوك الفاينل. هذا الفيديو مال شلون تسوون الميك اب لوك. اذا عجبكم هالفيديو سووا سبسكرايب سووا لايك سووا كومنت وانا اشوفكم next time. باي.